نحن نتحدث في حالات الامرجنسي او حالات التي تستوجب رعايه مركزه، بنقول ان اي حد بينزف من اي حته، بينزف من مناخيره، بينزف من اللثه، بيرجع دم، بينزف من الشرج، نزيف رحمي، لازم يتنقل مستشفى فورا. ليه؟ لان لو نزيف مستمر، مش عايز اقول لك المريض ده ممكن يموت خلال ساعات. يبقى لازم اول حاجه نوقف النزيف. طب انا دلوقتي بتكلم على نزيف اسمه نزيف الدوالي، دوالي المريء. هو ايه يعني ايه دوالي مريء الاول؟ يعني ايه دوالي مريء؟ دوالي مريء يعني المريء ده المفروض ان في اوعيه بتحيط بيه، المريء من جوه. الاوعيه دي ساعات تتملي دم كونجستد كده، عامله زي خراطيم الدم. ايه اللي ملاها دم؟ ان الكبد فيه مشكله، فبيرجع الدم تاني على الطحال. الطحال هو راخر يتضخم، يعمل لي مشكله في حاجه اسمها سيستميك سيركوليشن. سيستميك سيركوليشن وبورتال سيركوليشن يعني ايه؟ دوره دمويه. احنا عندنا كذا دوره دمويه، دوره دمويه اسمها الدوره المعويه اللي هي داخله على الكبد البورتال سيركوليشن، ودوره سيستميك اللي بيعملها القلب اللي هي الدوره الجهازيه، الجهازيه الكبرى. وجهازيه كبرى في جهازيه كبرى وفي دوره رئويه، يبقى في دوره رئويه ودوره جهازيه ودوره بورتال سيركوليشن. الدوره دي حصل فيها بلوك. يعني ايه بلوك؟ اتسدت. لما بتتسد هو الدم مش عارف يروح الكبد كويس، يروح راجع على الاوعيه دي عمل لها ايه؟ عمل لها تضخم. من كتر التضخم بتفرقع. لما تفرقع دوالي المريء او تفرقع الخلايا بتاعه المريء هتحصل حاجتين، يا اما النزيف شديد فالمريض عمال يرجع دم يرجع دم اسمها دوالي مريء، يا اما هو نزف كميه قليله فما بيرجعش دم، بس الدم ده بيهضم وينزل مع البراز لونه اسود وريحته وحشه جدا، يبقى ده دم مهضوم. يبقى لو الدم اللي نزل مع البراز دم لونه احمر يبقى ده دم من المستقيم، ده دم من تحت، ده دي بواسير شرخ شرج حاجه كده من تحت. خلاص؟ يبقى الدم لونه احمر فاتح او دم احمر يعني، يبقى ده دم من المنطقه اللي تحت، مستقيم او شرج او دوالي او نقول عليها بايلز او بواسير او كده يعني. لكن دم براز لونه اسود وريحته وحشه ده بيقول عليه الدم المهضوم، وده بقى مكانه اما جاي من المعده او جاي من المريء. طيب الراجل بتاع دوالي المريء ده اللي عمال يرجع، هتعمل له ايه؟ ده لازم تنقله على مركز. يبقى اول حاجه ستوب بليدنج، لازم توقف النزيف. فبينزل له اما انبوبه زي سانجستن تيوب كده ويروح موقف النزيف، ها، واما ان هو يعمل له كي، بينزل له حاجه زي المنظار وبعدين يجي على البليدنج فاريسيال فينزف ويكويها. خلاص؟ او يعمل لها ليجيشن يعني يربطها. خلاص؟ المهم ان النزيف ما ايه؟ ما يتكررش. في يحقن ماده. خلاص؟ بيحقن ماده فبتلحم الاوعيه دي وما بتخليهاش تعمل تاني. يبقى في ليجيشن، في ربط، وفي كي، في ربط وفي كي، وفي حاجات تمنع هذا. طبعا انت لو عالجت المريض دي حاجه جميله جدا. يبقى اول حاجه بنعمل ايه؟ اول حاجه هيمودايناميك ريسسيتيشن. المهم دلوقتي ان انا اعيد للراجل ده التوازن بتاعه، انقل له دم، اشوف الهيموجلوبين بتاعه كام، اقل من 7 لازم انقل له دم. طب هو 9 10 لسه، ها، ممكن اديله فلويدز، اديله سوائل محاليل يعني. اديته محاليل وممكن اديله بلازما مثلا وممكن اعدل له الدنيا، ماشي. اشوف بقى الاندوسكوبي، لازم انزل بمنظار اشوف بقى نزيف جاي منين. خلاص؟ طيب انا بعمل ليه كده؟ لازم اهم حاجه ان انا اشوف مصدر البليدنج، يعني اشوف النزيف ده جاي منين. هل هو دوالي مريء؟ هل هو قرحه بتنزف؟ ساعات قرحه المعده بتنزف، ها، الناس اللي بتاخد مخلات كتير وبتشرب حاجات ساقعه كتير وحاجات وبتاخد بقى ادويه للمعده، ساعات القرحه بتنزف. خلاص؟ طيب بنعمل ساعات زي ما قلت لكم بالون، بتنزل كده البالونه وتقفل فبتقفل البليدنج. وساعات بنعمل الادويه بقى اللي بياخدوها الناس، ساعات بياخدوا مسكنات، مسكنات الكتير بتعمل نزيف في المعده. خلاص؟ يبقى بنوقف الايه؟ النزيف ده. وساعات بنضطر نعمل جراحه اللي هو بيسموها بنظبط تاني الايه؟ المريء، نشوف الاوعيه اللي بتنزف دي خالص، يا اما نكويها يا اما نربطها يا اما نستأصلها.